أكيد يعني هي رسالة سلام ومحبة وأخوة، يعني من قعدنا كلنا على طاولة واحدة أكلنا نفس الأكل، هاي رسالة العالم أنه إحنا أخوة ماكو فرق بيناتنا. إن شاء الله إن شاء الله ماكو فرق. الحمد لله قدرنا نجمع، وهو هذا هدف المبادرة، أن نجمع هؤلاء الجمع الكريم من الأصدقاء، وأن نقيم هذه المأدبة، مأدبة الفطور، وأن يكون لنا كلمة ورسالة هادفة، هي العراق واحد بجميع أطيافه. بأنه مهما اللي صار أو حدث بالماضي يبقى دافع وردة فعل قوية تمكن من جميع المكونات، وتكون رسالة موحدة خلاصها أنه نينوى للجميع والجميع لنينوى.